في ثاني أيام زيارته للصين، الرئيس السيسي يلتقي برئيس الوزراء لي كي تشيانغ ويزور أكاديمية الحزب الشيوعي الصينية. رئيس الوزراء يجه بسرعة البدء في تطبيق خطة تطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال. الجامعة العربية والأمم المتحدة تطالبان بالوقف الفوري للأعمال العدائية في طرابلس الليبية والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار. الرابعة مساء في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة أخبارية تأتيكم من شاشة النيل، والبداية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل النيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم برئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ، وذلك بدار ضيافة الدولة في بكين. حضر المقابلة وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ويشارك الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يبدأ غدا لمدة يومين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون والعلاقات مع الصين في مختلف المجالات، وذلك الاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال زيارته لأكاديمية الحزب الشيوعي الصيني في بكين، والتي تعد أحد أهم المؤسسات التعليمية في الصين والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات وتأهيلهم لتولي المناصب العليا. وقد وجه الرئيس خلال كلمته أمام لفيف من قادة الأكاديمية وطلابها وقادة الحزب الشيوعي الصيني تحية تقدير للصين حكومة وشعبا على ما أحرزوه من تقدم وما تم التوصل إليه من نتائج في عملية التنمية. كما أجرى حوارا مفتوحا مع طلبة الأكاديمية، أجاب خلالها على استفساراتهم بشأن العلاقات المصرية الصينية ومستقبل الأوضاع في مصر والمنطقة العربية. وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، كما استعرض ما تم من إصلاح اقتصادي ومشروعات كبرى خلال الفترة الأخيرة بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد استهل الرئيس السيسي زيارته لأكاديمية الحزب الشيوعي الصيني بتفقد متحف الأكاديمية والذي يعود تاريخه إلى عام 1933. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التعاون الدولي مع الشركاء الاستراتيجيين أولوية قصوى تحقيقا للأهداف والغايات المشتركة على مستوى المنظومة الدولية. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التحضيري السابع لمنتدى التعاون الصين إفريقيا والمنعقد في بكين اليوم. وقال شكري أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظرف تاريخي دقيق، فالنظام الدولي الراهن تكتنفه العديد من التجاذبات السياسية المتصاعدة ذات الأثر السلبي على منظومة التعاون الدولي. وقد شدد شكري على أن مصر تقدر دور الصين كشريك استراتيجي لأفريقيا، قدمت ولا تزال تقدم الكثير من الدعم للقارة الأفريقية. هذا تعتبر مصر والصين من أقدم وأثر الحضارات في العالم، حيث تلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا. علاقات تاريخية واستراتيجية تجمع بين مصر والصين منذ أن أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد عام 2014 شهدت هذه العلاقات انطلاقة جديدة، حيث كانت السنوات الأربع الأخيرة علامة فارقة في تطور العلاقات بين البلدين. السمة الأبرز لهذه العلاقات تمثلت في الدعم السياسي المتبادل بين البلدين، حيث أيدت الصين دائما مواقف واختيارات القيادة والشعب المصريين
بداية من تأييدها لقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وحتى تأكيدها لاحترام إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو المجيدة. ويعد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين أحد أهم وأكبر الملفات وأسرعها نمواً، حيث وصل عدد الشركات الصينية في مصر إلى نحو 1500 شركة باستثمارات تقترب من المليار دولار، وتوفر هذه الاستثمارات نحو 27500 فرصة عمل للمصريين. كما أصبحت مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 11 مليار دولار في عام 2016. تساهم الصين مع مصر في 1320 مشروعا مشتركا، من بينها 10 مشروعات قومية كبرى، ومنها إنشاء مدينة صينية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مناطق صناعية وتجارية وإدارية، وكذلك تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، وكذلك مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد، ومشروعات لتوليد الكهرباء وتطوير السكك الحديدية وغيرها. كما تمثل مصر نقطة محورية على طريق الحرير البحري في مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف لإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية برية وبحرية تربط أكثر من 60 دولة. وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وستحقق المبادرة مكاسب كبيرة لمصر من خلال جذب استثمارات صينية ضخمة. أصبحت الصين رابع أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر، ووصل عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر سنويا أكثر من 300,000 سائح، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم 3 مرات خلال العام الحالي، مع تزايد الإقبال من الصينيين على زيارة مصر. وفي إطار تعزيز حركة السياحة والاستثمارات بين مصر والصين، تعمل الحكومة المصرية على تسهيل حركة الطيران بين البلدين، حيث تم تدشين خطوط جديدة بين القاهرة وبكين وجوانجوشو، وكذلك تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وهونغ كونغ. وفي مجال التعليم يعود التعاون بين البلدين إلى عام 1956، حيث تم الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وكذلك وقعت عدد من الجامعات المصرية والصينية على اتفاقيات تبادل ومشاريع مشتركة، وشمل التعاون زيادة عدد الطلاب الوافدين سنوياً، كما وافقت الصين على تقديم منحة بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد. وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة حلوان. دكتور رفيق، برحب بحضرتك بداية. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بأسرة البرنامج. اهلا وسهلا دكتور رفيق. يعني بنتكلم عن زياره تاريخيه للرئيس السيسي، هي الزياره الخامسه في عمر الزيارات التي زارها للصين خلال فتره رئاسه الرئيس السيسي. في الحقيقه طبعا هناك بعد استراتيجي مهم جدا، وهناك مجالات متعدده ممكن نتحدث فيها ما بين الجانبين المصري والصيني، واهميه استراتيجيه قصوى لفائده الصين بالنسبه لمصر خلال الفترات القادمه باذن الله. تفضل دكتور رفيق. الو، اتفضل دكتور رفيق، اسمعك كويس. ايوه السلام عليكم. حضرتك سامعني دكتور ولا اعيد على حضرتك؟ ايوه سامع حضرتك. اهلا بكم، اهلا بصوت البرنامج. وطبعا الرئيس ما شاء الله يعني بادئ يفتح مجالات لمصر في الخارج. هذه المجالات طبعا ذات بعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد استراتيجي ويعني بعد اجتماعي، خاصه اهتمام الصين بالتعليم والقضايا التعليميه. الرئيس ما شاء الله يعني بدأ بقاله فترة يعني ما وحدش زي الآخرين سياسته رمى نفسه في أحضان أمريكا، لا بدأ شارك روسيا وشارك الصين وشارك نفس أمريكا نفسها، وشايفين إحنا أن الصين خيار استراتيجي مهم جدا لمصر. الصين بتعمل مشروع القرن اللي هو مشروع طريق الحرير
رصدت له مليارات الدولارات او تريليونات الدولارات، لانه مشروع اقتصادي، مشروع سياسي، مشروع عسكري، مشروع استراتيجي مهم جدا بالنسبه للصين. والصين بدات برضو ان هي تعزز التعاون بينها وبين مصر في شتى المجالات، خاصه المجالات العسكريه والمجالات الاقتصاديه. الصين لها منح عندنا في مصر. الصين استطاعت في الفترة الأخيرة إن هي يعني تنشئ كثير من أقسام اللغات الصينية في الجامعات المصرية، على أساس إن هي بتعمل استراتيجية اسمها استراتيجية الصعود السلمي، بتحاول تستقطب دول العالم للتحالف معاها. الصين حليف اقتصادي قوي جدا، لأن تشوف النهاردة تعداد سكان الصين حوالي 1.5 مليار، وما فيش مشكلة سكانية فيها، ما فيش مشكلة اقتصادية، ما فيش فرق. تنقل التجارب الصينية اللي موجودة في الصين لحل كثير من الأزمات اللي موجودة عندنا في مصر، خاصة احنا دولة بنعاني من الزيادة السكانية مقارنة بمساحة الأرض اللي موجودة عندنا. الصين شوف، رغم ان هي عدد سكانها يتجاوز عدد سكان مصر 15 مرة، بس ما عندهاش مشكلة، فبناخد التجارب الصينية نطبقها عندنا ايه في مصر. طيب دكتور رفيق، برضو حضرتك بصفتك يعني مطلع على الجغرافيا السياسية، هناك توافق كبير ما بين مصر والصين في عدد من المجالات، وهناك شراكة استراتيجية ما بين مصر والصين. الرئيس ذكر أن مصر بالنسبة للصين شريك مهم جدا، باعتبارها البوابة الرئيسية لأفريقيا، وكذلك بوابة مهمة لآسيا ودول الشرق الأوسط، وكذلك حتى لو فكرت الصين في أوروبا أيضا. كيف نتحدث عن هذه النقطة التي ذكرها الرئيس السيسي بكيفية تحقيق الاستفادة بالنسبة للجانب الصيني باعتبار مصر بوابة لعدد من دول العالم؟ بص حضرتك، إذا كانت الصين هي عبارة عن حامي منطقة الشرق الأقصى، فمصر هي حامية منطقة الشرق الأوسط. إذا كانت الصين هي المرتكز الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأقصى، فمصر هي المرتكز الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط. إذا كانت الصين بتسيطر على بحر الصين والممرات المائية اللي موجودة فيه، فمصر اللي تسيطر على قناة السويس اللي هي تعتبر تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وبالتالي تربط المحيط الهندي بالمحيط الأطلنطي، وبتربط أيضا بالمحيط الهادي، أكبر محيطات العالم اللي فيه بحر الصين الجنوبي بقضاياه ومشكلاته. فبالتالي هناك تشابه ما بين الأوضاع الاستراتيجية في مصر والأوضاع الاستراتيجية في الصين. الصين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بتترصد كل نجاحات خاصة بها، مصر كذلك باعتبارها دولة انطلقت بعد ثورة 30 يونيو نحو عدم الارتكاز على سياسة واحدة مع إحدى الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية زي ما كان موجود قبل كده في العهود السابقة. لا، بدأ الرئيس ينوع الرؤى الاقتصادية والرؤى السياسية والرؤى الاستراتيجية بتاعته على أساس أن مصر لا ترتمي بأحضانها في غمار دولة واحدة تيجي في يوم من الأيام تدمرها، زي ما حصل بالنسبة للعراق أو بالنسبة لسوريا من الأمريكان أو من الروس. فبالتالي الرئيس هنا يعني عضب قواه العسكرية وقواه الاستراتيجية بتحالفه مع الصين، بتحالفه مع روسيا، يعني بدأ ينتقي الدول اللي بتمثل حامي أو درع حماية لمصر عن بعد لمرتكزاتها ولكيان الدولة المصرية اللي بتبنى بسواعد القيادة المصرية بقيادة الرئيس وبقيادة الجيش المصري العظيم زي ما احنا عارفين، إلى جانب الشعب المصري. فالصين دولة يعني لها منافذ استراتيجية قوية جدا زي ما قلت لحضرتك، بتسيطر بها على التجارة العالمية. شوف، تلتين تجارة العالم اللي هي القوية بتعدي من بحر الصين الجنوبي اللي الصين بتسيطر عليه. احنا عندنا طبعا جزء من حوالي 13% بيعدي من قناة من قناة السويس، وقناة السويس يعني ان شاء الله مستقبلا اعتقد ان هي ان شاء الله يعني هتبقى افضل بالرؤى اللي هي موجودة حواليها ان شاء الله باذن الله. الصين عامله هونج كونج وعامله سنغافوره وعامله اماكن كثيره جدا حواليها، احنا ان شاء الله باذن الله منطقه قناه السويس تكون مثيل لسنغافوره وتكون مثيل لهونج كونج ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا دكتور رفيق الدياسطي، استاذ الجغرافيا السياسيه بجامعه حلوان، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم جديدا. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 180 لعام 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد أن قرره مجلس النواب. وبموجب القانون الجديد يتوجب على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت الجريدة الرسمية قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يحمل رقم 179 لسنة 2018، حيث اعتبره البعض خطوة مهمة للتأكيد على حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى الضمانات التي أعطاها القانون للتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. أصبح عندنا دلوقتي قانون نستند إليه إن احنا ممكن نقبل في عضوية النقابة في تعديلات التشريع الخاصة بقانون النقابة، أيضا عضوية الزملاء في الصحافة الإلكترونية، أيضا القانون منح انطبق النص الدستوري الذي جرم الحبس في قضايا النشر باستثناء 3 حالات منصوص عليها في الدستور، واللي هي الخوض في الأعراض وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على العنف، كما أن القانون الخاص بنا وضع نص يشترط على المؤسسات الصحفية وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور. آخرون يرون أن القانون الجديد من شأنه أن يعالج كل السلبيات التي ظهرت في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92، مؤكدين على ضرورة أن تسهم بنود هذا القانون في ضبط الفوضى التي يعاني منها الإعلام المصري. رأينا سلبيات كثيرة جدا أساسا في السنوات اللي فاتت، إلى درجة أن الناس عانت الأمرين من صحف ملهاش تراخيص وكانت موجودة في مصر بشكل قوي جدا، كانوا بيخبطوا يمين وشمال وكانوا محسوبين زورا وبهتانا أساسا على الوسط الصحفي. شيء جيد أن يتم تقنين هذه الحالة عبر هذا القانون. كل من يهيج الرأي العام أو يكتب حاجة غلط من خلالها تقدر الأمن العام، ما أنت كتبها غلط، فبالتالي هي كلها نتائج وخيمة، نتائج سيئة، فلازم أن يعاقب. هو وحش الانضباط الانضباط لابد أن يكون موجود. ويشترط القانون على كل من يعمل في المجال الإعلامي أو الصحفي أن يوفق أوضاعه وفقا لهذا القانون على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من إصدار القانون. إذن وقانون وبحسب خبراء يعد مظلة للمنظومة الإعلامية بأكملها، فالإعلام المصري لابد وأن يعاد إليه التوازن بدلا من أن يكون عبئا على الدولة في أهم مراحلها. أشرف مبارك. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لإدارتها على النحو الذي يحقق عوائد أفضل بما يخدم أهداف الاقتصاد القومي ومصالح العاملين بها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والذي عرض تقريرا حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها. وقد عرض وزير قطاع الأعمال المؤشر والوضع الاقتصادي والمالي للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يشمل إيرادات النشاط وصافي الأرباح وإجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات. عادت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية من الأراضي المقدسة إلى أراضي الوطن بعد أداء مناسك الحج. وقد ضمت البعثة عددا من ضباط وضباط الصف المتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. وأشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك الحج. عادت بسلامة الله بعثة الحج للقوات المسلحة والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج. وقد ضمت البعثة عددا من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والتي تأتي في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التي توليها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين والعاملين المدنيين بها. وقد أشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك وشعائر الحج بكل سهولة ويسر. وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية واهتمام وتذليل أي معوقات أثناء أدائهم كافة الشعائر. والله بصراحة تنظيم الحج السنة دي يعني مش عايز أقول غير إن هو فوق الممتاز بأمانة ربنا. إحنا لسه جايين من الحج،
بشكر القوات المسلحة طبعا متمثل في إدارة الشؤون المعنوية، لأن البعثة كانت موفقة جدا من حيث التنظيم من أول خروجنا من القاهرة لوصولنا للحرم المكي. والله هي ما أثرتش مع أي حد، أي حد كان محتاج أي خدمة، أي حد محتاج أي شيء في أي مكان ما كانوش بيتوانوا عن تقديم الخدمة لأي حقيق بصراحة، يعني كانوا واقفين على قدم وساق زي ما بيقولوا كده. بصراحة أدى دوره على أكمل وجه، وربنا يجازيهم خير ويتقبل من كل حقيق المصري إن شاء الله. أنا بصراحة أول مرة أطلع حج من المنظر دوت، ومنتظم جدا جدا، وبنشكر الشؤون المعنوية وربنا يا رب يقدرهم على فعل الخير فعلا، يعني ما تعبناش فعلا، ما تعبناش خالص. هذا وتتقدم القوات المسلحة لحجاج بيت الله الحرام بخالص التهنئة على إتمام مناسك وأداء فريضة الحج. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لجميع أنحاء الجمهورية قبل بدء العام الدراسي الجديد. على بعد أمتار قليلة من شارع الفجالة وبميدان رمسيس، أحد معارض مستلزمات المدارس والذي يأتي ضمن مبادرة كلنا واحد التي يرعاها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة الداخلية. من خلالها يتم توفير المستلزمات بأسعار مخفضة. أنواع مختلفة من احتياجات الطالب من الأدوات المدرسية متاحة هنا، يقوم مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتفقدها والاطمئنان على مدى وفرتها. مكان هنا مكان حيوي جدا، واحنا عارفين من قبل ما نعمل المبادرة ان احنا نعمل في مكان حيوي. الهدف من الكلام ده اكتر من حاجه، اولا ان المواطنين دايما بتيجي المنطقه الفجاله ورمسيس تشتري المستلزمات بتاعتهم، فبالتالي انا بوفر المكان المعرض في ميدان رمسيس لهذا السبب. السبب الثاني ان انا عايز اوصل رساله للتجار الجشعين اللي بيبيعوا الحاجات دي باسعار غاليه جدا، ان لا، الاسعار الحقيقيه بتاعت الحاجه دي موجوده جنبيكم في ميدان رمسيس بالاسعار بتاعتها الحقيقيه بدون مبالغه وبدون مغالاه. والمبادره مش موجوده بس هنا في القاهره فقط، المبادره موجوده في كل محافظات مصر. السادة مديرين الأمن في جميع المحافظات الجمهورية مشكورين، شاركوا معنا في المبادرة كلنا واحد، وعملوا منافس ثابتة وأخرى متحركة لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية. مع الساعات الأولى لافتتاح المعرض ونظرا للانخفاض الكبير والملحوظ في الأسعار، كان الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء، فهي فرصة لشراء الاحتياجات المدرسية وبسعر في المتناول. الأسعار حلوة طبعا، يعني احنا دخلنا الفجالة كلها حاجة غالية جدا والعيش على قدها، فجينا هنا لقينا الحاجة أرخص من هناك كتير. كشكول بره بيتباع ب2.5، هنا لو حصلتها تلاقيها ب175 كشكول. بس هي الفرق في الأسعار كتير، يعني فرق في دست كشاكيل 11 جنيه و7 جنيه و8 جنيه عن بره بكتير في كل حاجة صراحة. أنا عرفت امبارح إن هم هيفتحوا حاجة زي كده، فقلنا نبادر إن احنا نشتري منهم لأن فيها وفر كتير. بالتزامن مع هذا المعرض كانت معارض أخرى في إطار مبادرة كلنا واحد تقيمها مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في متناول الجميع، ما يرفع عبئا عن كاهل الأسر المصرية مع قرب عام دراسي جديد. فالأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في المكتبات، وتم الدفع بسيارات متحركة ومنافس ثابتة بالميادين والمناطق الأشد احتياجا حتى يستفيد منها المستحق. وتستمر هذه المبادرة لمدة شهر بذات التخفيضات التي تتراوح ما بين 30% إلى 50%، في ظل إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من هذه المبادرة التي تؤكد حرص القيادة السياسية على رفع العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من حرص وزارة الداخلية على بناء جسور من الثقة والتعاون مع المجتمع بكافة شرائحه. أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد للتصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس جراء استمرار الاشتباكات بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة. وصرح سفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار، وكذلك الإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين هناك. هذا وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا في ليبيا والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي برعاية الأمم المتحدة. يأتي هذا بينما تواصل القوات الليبية تقدمها باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس، حيث سيطرت قوات اللواء السابع على أجزاء كبيرة وآخرها طريق المطار ومجموعة من المعسكرات.
للمزيد من المتابعين ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره الاستاذ عبد الستار حديده، الكاتب الصحفي والمتخصص بالشان الليبي. برحب بك استاذ عبد الستار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الستار. يعني هناك ادانات دوليه واسعه وتصعيد العنف المتواصل في طرابلس، كيف تقيم وتتابع تطورات الوضع بطرابلس مع اختراق اتفاق الهدنه ووقف اطلاق النار؟ اعتقد ان هناك اطراف تحاول ان تعطل اي محاوله لفرض الامن والاستقرار في العاصمه الليبيه. للاسف الشديد هناك اطراف تحاول ان تستغل اي مظاهر للفوضى في وضع ترتيبات خاصه بها. هناك اطراف اخرى تسعى لكي تستفيد من الوضع على الارض. يعني الوضع في عمومه وضع خطير، وعملية الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن. معظم محاولات إجراء هدنة أو الوصول إلى اتفاق سلمي هناك أطراف تقوم بإفشالها في الحقيقة. يعني أعتقد أن من يعنيهم الوضع الليبي في حاجة إلى كثير من المعلومات عن ترتيبات الأوضاع في العاصمة طرابلس. هناك أربع قوى رئيسية في طرابلس تحاول كل منها أن تتحرك عسكريا وأن تستخدم ما لديها من آليات. هناك آليات كبيرة للأسف، مدرعات ودبابات وصواريخ، ومن يدفع الضريبة هم المدنيون الأبرياء. المجتمع الدولي عليه أن ينحاز إلى القوى النظامية، عليه أن يتخذ موقف ضد الميليشيات وضد المجموعات المتطرفة وضد حتى القيادات التي تتحرك في الوقت الحالي من بعض العواصم مثل تركيا ومثل الدوحة لمحاولة الاستفادة من حالة الفوضى في العاصمة الليبية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي. إلى الأوضاع في الأراضي السورية، حيث دمر الجيش السوري اليوم عددا من الأليات التابعة لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش السوري واجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات لمسلح تنظيم جبهة النصرة، مما أسفر عن تدمير مرابط وصواريخ للتنظيم في قرية المشيك على الشريط الشرقي لسهل الغاب، والقضاء على العديد من المسلحين الذين كانوا يقومون بنصب قواعد إطلاق للصواريخ. ونفذ سلاح المدفعية والصواريخ رميات مركزية على تجمعات لجبهة النصرة في الأحراش المحيطة ببلدتي السرمانية والقروقر على الحدود الإدارية بين ريف حماة وإدلب، وقد أوقعها في صفوفهم خسائر بالأفراد ودمر لهم منصات لإطلاق الصواريخ. وفي اليمن، أسفرت الغارات عن مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية الحوثية في منطقة الدرهمي بجبهة الساحل الغربي. وأفادت مصادر أمنية يمنية بأن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في صعدة طالت عددا من الشيوخ ووجهاء القبائل. غارات متواصلة لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على كافة الجبهات، مخلفة خسائر في صفوف الميليشيات الحوثية. في الحديدة، أسفرت الغارات عن مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية الحوثية طه الحملي، وهو أحد المتخصصين في تطوير بعض أنواع الصواريخ الباليستية، وذلك في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل الغربي. مصادر عسكرية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في الدريهم جنوبي الحديدة. وقامت القوات كذلك بتضييق الخناق على المتمردين الذين يتحصنون بالمدنيين داخل المدينة. من جانبها، أعلنت ألوية العمالقة عن قطع خط الإمداد الوحيد لميليشيات الحوثي الذي يمر بالمحور الجنوبي لمدينة الدريهم، بعد أن طوقت المحور الشمالي والشرقي والغربي. وتأتي هذه التطورات فيما أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في صعدة طالت عددا من الشيوخ ووجهاء القبائل، بهدف إجبارهم على الدفع بمجندين وإنشاء خط دفاع متقدم عن منطقة مران معقل زعيم الميليشيات الإنقلابية. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد فاصل الاقتصاد. مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحا في غارات جوية على أقليم غازين بجنوب شرق أفغانستان.
ثاني أيام زيارته للصين، الرئيس السيسي يلتقي برئيس الوزراء لي كي تشيانغ ويزور أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني. رئيس الوزراء يرغب بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. الجامعة العربية والأمم المتحدة تطالبان بالوقف الفوري للأعمال العدائية في طرابلس الليبية والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار. ما هو قادم أخبار المال والعمل أخبار الاقتصاد مع زميل مصطفى من ساعة بعد الفصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولكن في هذه المرة في مجموعة من أخبارنا الاقتصادية، ولكن بعد هذا الفاصل. وزير التموين يبحث مع لجنة العليا الأرز للاستعدادات لموسم التوريد المحلي بداية من منتصف الشهر الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية. قال وزير التموين علي المصلح أنه سيصدر خلال أيام قرار وزاري مشترك لوزراء التموين والزراعة والمالية بشأن ضوابط توريد الأرز والشعير المحلي الموسم الجاري، والمقرر به تحديد أسعار شراء الطن من الأرز الشعير. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع لجنة العليا للأرز، وتم وضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير واستلام الأرز الأبيض. الوزارة أشارت إلى أنه من المقرر تسويق وتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويكون توريد المحصول اختياريا اعتبارا من منتصف سبتمبر الحالي وحتى منتصف نوفمبر. أعلن وزير البترول طارق الملا أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة للمنازل في 7 مناطق، وهي طناش والعياط بالجيزة والإسكان القومي بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بيلة بكفر الشيخ وقرية رياض باشا ببني سويف ومشروع الأسمرات بالقاهرة وقرية فيش ياسلين بالغربية. جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في إطار مبادرة تقسيط التكلفة بواقع 30 جنيه شهريا على 6 سنوات للمناطق الجديدة. هذا وقد وجه الوزير بالتركيز على المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القرار. أكد وزير النقل هشام عرفات خلال تفقد عددا من محطات مترو الأنفاق أن مشروعات المترو تسير وفق الجداول الزمنية المقررة. وفي سياق متصل التقى عرفات رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات لاستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني. هذا وقد أكد وزير النقل أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث لنظم الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أهمية هذه المشروعات القومية الكبرى لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية. قالت وزيرة التخطيط هالة مصطفى السعيد أنه سيتم إطلاق الإصدار الرابع لبوابة الحكومة الإلكترونية في ديسمبر العام الجاري، والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتي يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية والتي تتضمن 75 خدمة. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بعد أن شهدت اليوم مراسم لتوقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 875 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. قطع عشرات المتظاهرين المحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وضعف العملة طرقا رئيسية، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات في مدينة عدن بجنوبي البلاد. هذا وقد فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في اليمن الشقيق عام 2015 بين الحكومة والمتمردين الحوثيين. السلطات اليمنية تسعى لتعزيز السيولة من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريال للدولار إلى 350 ريال بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي، وجرى تداول العملة عند 440 ريالا مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 ريال مقابل العملة الأمريكية في يناير. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما الرابعة. أعود مجددا للمتابعة في أخبارنا السياسية مع الزميل عمر عبد المجيد، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. قتل وأصيب ما لا يقل عن 31 مسلحا إثر غارات شنتها القوات الجوية الأفغانية على إقليم غازاني جنوب شرق أفغانستان. وقد استهدفت الغارات الجوية المسلحين بمنطقتي خوجاني ونوا التابعتين لإقليم غازاني، وأسفرت عن مقتل نحو 21 مسلحا وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين. كما اكتسفت القوات الأفغانية وأبطلت مفعول نحو 9 بوات ناسفة خلال العمليات في إقليم أندار وميدان وردك وبعد إقليم غازاني من بين الأقاليم المضطربة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من أفغانستان، حيث ينشط مسلح طالبان والجماعات الأخرى في بعض مناطق الإقليم. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة نحو 300 مليون دولار لباكستان. كان البنتاغون قد علق المساعدات المالية لباكستان بسبب ما وصفته بتقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتشددين، وذلك في ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين البلدين. وتعتبر هذه الأموال جزء من مساعدات أكبر لباكستان كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن تعليقها بداية هذا العام، متهما إسلام أباد بتوفير ملاذ آمن للمسلحين الذين يشنون حربا منذ نحو 17 عاما في أفغانستان المجاورة، وهو ما اتهمه وهو اتهام تنفيه باكستان. نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب حفل إطلاق مبادرة العون القانوني والفني للمخترعين في الدول العربية. تأتي المبادرة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية والفنية للمخترعين في الدول العربية، وذلك لتسهيل تسجيل اختراعاتهم. نحو مزيد من براءات الاختراع في الدول العربية، نظمت الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب حفل إطلاق مبادرة العون القانوني والفني للمخترعين في الدول العربية. هذه المبادرة تأتي في وقت أنه كل الدول العربية لديها تشريعات، لديها نظام قانوني وقضائي، ولكن رأينا أن المخترعين والمخترعات ما زالوا يفتقرون إلى المعرفة الفنية والقانونية لتسجيل اختراعات. يعني الفكرة نفسها بتبدأ حاجة بسيطة، ممكن واحد يقول الفكرة دي حاجة عادية بالنسبة لي، ما الفكرة دي ممكن لو لقيت حد بيهتم ويتبنى زي جامعة الدول العربية اتحاد الأعمال اتحاد المحامين العرب لدعم المخترعين العرب في الدول العربية بشكل عام، دي حاجة هتوفرني ان انا اهتم بالمخترعين اللي عندي او الافكار اللي عندي وابتدي ان انا ابيع. أهمية المبادرة تأتي لتسهيل تسجيل الاختراعات لما في ذلك من أهمية قانونية واقتصادية تتمثل في حماية ابتكارات هؤلاء المخترعين. كثير من المخترعين يستطيع ان ينجز يعني انجازا كبيرا جدا من
خلال اختراع أو تقديم بحث أو إلى آخره، ولكن لا يستطيع تسجيله بصورة قانونية لافتغاره للمعرفة القانونية يعني. وهذا يعني يضيع حقوق الملكية لهذا المخترع. تم الاتفاق على تسجيل مكتب خاص لجميع المخترعين في الوطن العربي كل في بلده، حتى يتم عدم زيادة التكاليف الباهظة عليه، بشأن لما يكون يمتلك أتعاب محاماة هناك من يتطوع لتسجيل هذه البراءات تطوعا. شارك بالاحتفال نقباء المحامين بالدول العربية وشركات المحاماة الخاصة بالملكية الفكرية وعديد من الأكاديميين والباحثين. خطوة نحو تدعيم أفكار شباب المخترعين العرب تأتي في إطار تيسير الإجراءات القانونية لحفظ الملكية الفكرية لهم مجانا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب. من الجامعة العربية، رمضان المطعني، النيل. ما هو قادم أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة مع الزميل محمد عبد الحكم بعد الفصل.